بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. النهاردة هاخدكم في جولة جميلة، جولة في الطبيعة، جولة مهدئة للنفوس، جولة هنشوف فيها عظمة الخالق سبحانه وتعالى في خلقه. تعالوا معايا ونتفرج. النهاردة جولة مميزة في الفيديو ده، أنا حسيبكم تستمتعوا بجمال الطبيعة الخلابة، وفي مفاجأة غريبة جدا في نهاية الفيديو. تابعوا الفيديو للنهاية عشان تشوفوا أغرب مفاجأة ممكن تتخيلوا. زي احنا ما احنا شايفين وزي ما احنا شايفين، دي بركة مية حواليها نباتات منتهى الجمال والروعة. اما المفاجأة بقى اللي وعدتكم بيها في اخر الفيديو، فتعالوا نشوفها مع بعض. صغرنا الصورة كمان مرة، وادي المفاجأة اللي احنا هنشوفوها مع بعض، ان كل اللي احنا صورناه دوت عبارة عن طحالب موجودة على جدار، وكل اللي احنا شفناه دوت عبارة عن نباتات. وري لهم كده الشلال، صور ايديا بقى. ادي الشلال بتاعنا، ادي شلال المية. وانا قلت لكم، والفيديو ده انا صورته لكم مخصوص عشان نشوفهم ابداع الخالق عز وجل في خلقه، ولا نملك الا ان احنا نقولهم سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم عدد خلقه وزنة عرشه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.